نبدأ جولتنا في جريدة الاتحاد، حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على أولوية التنمية بكل مجالاتها العلمية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وإسعاد المواطنين. وتبادل سموهما خلال لقائهما في دبي ظهر أمس التهنئة بحلول العام الميلادي الجديد الذي يحمل اسم عام زايد رمزا للخير والعطاء والتسامح. ولفتت جريدة الاتحاد مشاهدينا في خبر آخر أن الهيئة الاتحادية للضرائب أنشأت إدارات متخصصة في مراقبة امتثال الشركات والتدقيق عليها عبر إجراءات ومعايير واضحة تعتمد في جوهرها على نظام الامتثال الذاتي، ووضعت ثلاثة معايير لاستهداف الشركات والمشكوك في عدم امتثالها بالزيارات الميدانية للتفتيش عليها بحسب خالد البستاني مدير عام الهيئة. ننتقل إلى جريدة البيان، حيث أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن افتتاح جسر تقاطع الراشدية على شارع المطار يوم الجمعة المقبل الموافق 5 يناير الجاري. وافتتاح الجسرين ستكون الحركة المرورية انسيابية باتجاه منطقة الديرة ومنطقة الخوانج. ذكرت البيان مشاهدينا في خبر آخر أن العميد يوسف عبد الله سالم العديدي مدير مركز شرطة القصيص كرم عامل نظافة تقديرا لأمانته وحسن تصرفه في إعادة مجوهرات مرصعة بالألماس إلى شرطة دبي بعد أن عثر عليها أثناء عمله، وهي عبارة عن حقيبة تحتوي على مصوغات ذهبية مرصعة بالألماس تقدر قيمتها بحوالي 200,000 درهم. لفتت جريدة الخليج مشاهدينا أن دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة دشنت المرحلة الثالثة من مكتبات المساجد بافتتاح 50 مكتبة جديدة في مساجد الإمارة، ليصل عدد المكتبات إلى 105 مكتبات موزعة على عدد من المدن في الإمارة المختلفة، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، وذلك بهدف تعزيز وترسيخ ثقافة القراءة لدى أفراد المجتمع. نختم جولتنا في جريدة الخليج، حيث احتفل نادي رأس الخيمة بختام مبادراته في عام الخير 2017 بحفل حاشد لنهاية الموسم الثقافي الاجتماعي الأول تحت شعار كلنا جند لخير الوطن.